صباح الخير اختي هنا. لا مرحبا بك ومرحبا بالناس الخميسات. الله يبارك فيك. اذا دائما كيده من الوقت ناخذ مباشره الطبق اللي كتقترحي علينا. على الراس العين لاقه ديال السردين والبنجان. اييه طريقه زوينه مع هذا البرد هذا شي شويه. ايوه السردين موجود. واخا شحال نحتاجو؟ نحتاجو ليها نص كيلو السردين مع جوج بنجانات كبار. قبطه ديال القزبر ومعدنوس واربعه ديال الفصوص ديال الثوم. نعم. نص كيلو مطيشه والعطريه راه كتبقى الناس راه تيعرفوا التشميره البزار الملحه سكنجبير الخرقوم وشويه والزيت الكافي. واخا كلشي نقولوا واخا الناس كيعرفوا كلشي نقولوا. واخا اختي واخا التشميره البزار الملحه التشميره البزار سكنجبير شويه الخرقوم والزيت الكافي حيت غنحتاجوا واحد الكاس ديال الزيت باش نقليو الدنجال. اييه ندوزوا للطريقه. واخا لالا غادي نشدوا الدنجال غنقطعوه نغسلوه ونقطعوه على طول رقيق. تنقليوه نص قليه وتنقطعوه ولا لا؟ لا ما يتنقعش هكاك بالقشره ديالو ولكن تقطع فيه على طول. يتقطع على طول يتقطع رقيق باش كنقليوه نص قليه حيت غادي نتنيوه. اييه المهم ملي كنشدو الربيع ديالنا والثومه كنقطعوهم كنوجدوهم على جنب هما. قبطه الربيع كامله. قبطه الربيع كامله حيت غادي نعمروه ما بين عوض ما نديرو هذه كتبقى في الطريقه. عوض ما نديرو ديك الطريقه ديال السردينه فوق سردينه كنديرو سردينه مع الدنجال وبيناتهم الاقامه. اييه واخا. ياكي وكندوروهم وكنخليو الدنجال هو اللي كيجي الفوق والحوته تبقى الوسط ديال الدنجال. واخا اذا عندنا بودنجال نقيناه وقطعناه على الطول قليناه نص قليه. كاين اللي ما غيبغيش يقلي وكاين اللي كيبعد على الزويوت وهذا يمكن ندير له طريقه اخرى على اي خصو يطيب نص طيبه. واحده فوق واحده ممكن. المهم يطيب نص طيبه. واخا كملي لنا خديجه. الطريقه اللي قلت لك كنشدو عوض ما نديرو السردينه مع سردينه. كنشدو نديرو السردين وبيناتهم الاقامه هو الدجال. الاقامه حنا مصوبنا الشرم ولا بحال اللي كنصاوبو ديما. قلت لك غنشدو الثومه ولا بزار ولا على جنب. كنعمرو ديك الاقامه ديالنا كتكون فيها هي العطريه. نعم. كنشدو قلت لك كنشدو الدجال هو اللي تيجي الفوق كنتنيو حنا كنتنيو الدجال تيجي الفوق. كيفاش كنتنيو؟ كان احنا درنا السردينه من التحت وعمرنا بالاقامه وفوق منها بودنجاله اللي رقيقه. لا الدنجال هو الثاني. ايوه كنشدو الاقامه كنحطو فوقها السردينه وكنبداو نلويو. اها فهمتي الاخت هنا؟ ايوه ايوه كتجي السردينه من الداخل. كنفتحو اللاطه ديالنا. نعم. كنبقاو غاديين هكا كنفتحو اللاطه ولا الطاجين اللي بغى الانسان على حساب الاختيار ديالو. كتسديهم كتسديهم بشي كيغدون ولا غير هكاك؟ لا غير هكاك هو اصلا الدنجال ملي كيتسلق ديك كيتسقنا من كيبدا يلصق. لا هو كيترخى كيبقى يتعمل ديري تخدمي على راحتك. نعم كيعطي الطوع ما كيبقاش اي هذاك الشيء ما كيبقاش غير ما كيعذبش نهائيا. هاد اللاطه ممكن تحضرها السيده دغيا دغيا دغيا. اييه صافي كنسقسو اللاطه ديالنا ولا الطاجين. نعم. كنديرو هذيك المطيشه حيت سبق وقلت لك نص كيلو المطيشه. ايوه كنقيوه كنصوبوه كنديرو فيه تاهو شويه ربيع والثومه والعطريه. كنكبوه فوق اللاطه ديالنا وكنغطيوه بالالمنيوم ما كنزيدو لا ما لا والو كنديرو الزيت الفوق. ايوه زيت مخلطه تكون بلديه وروميه. ايوه صافي وكنديرو البابي دالومنيوم وكندخلو اللاطه ديالنا للفران وها هي موجوده. وكيف قلتي اللي بغى يديرو في الطاجين راه ديك الساعه هي اختيار. الطاجين كتجي طريقه زوينه بنادم اللي قليل. المهم المبدا هو هذا. إذا كان ثلاثة ديال الأشخاص ولا هذا ممكن الطاجين. نعم نعم تبارك الله عليك لالا خديجة وشكرا جزيلا دائما على المشاركة ديالكم معنا. إذا الوقت بغيت نعتذر الخميرة البلدية للناس اللي ما تعرفش. واخا لالا تفضلي تفضلي. كنشدوا الفول البيصارة. إيه. الفول ديال البيصارة وكنخلطوا الطحين ديالنا يكون القمح بالحق. حيت أول مرة كنديروها بالقمح. كنديروا كنخلطوا في ديك قرعة الدجاج بشرط تكون ديال الدجاج ما يكونش ديال البلاستيك. كنشدو كنخلطو الطحين ديالنا وكنلوحو فيه الكافي ديال بحال دابا الا كانت القاعة مثلا ديال ممكن نسمي ماشي مشكل قرعة الدجاج. قرعة الدجاج ممكن تكون ديال الشكلاط. اييه هادي هي حيت كتكون الغلاقة ديالها ديال البلاستيك من الأحسن. اييه كديري مثلا النص ديالها ديال الطحين والماء مخلطة كتلوحي فيها عشرات الحبات فما فوق ديال الفول البيصارة. كتسدي ليها تقريبا نقولي 4 ايام ولا 5 ايام. نعم. كتحلي كتلقاي الخميره البلديه موجوده عندك. نعم نعم كنحيدوا دوك الفويلات اللي عندنا وهذوك الفوله. نعم كنحيدوا ديك الفولات والخميره راه كتبقى. لا كتخلي فين كتبغي تعجني كتحيدي تنقصي فوله.
ولا وحده كتنقصيها في كل عجينه. نعم صافي. وكتبقى عندك خميره زبديه الوقت ما بغيتيها كتستعمليها. وهذيك هذيك الخميره اللي وجدتي واش كتعاودي تزيديها على عجينه وحده اخرى ولا غير هذيك كتصافي كتبداي تستعمليها؟ لا فين ما كتحيدي منها شويه ديال الطحين والماء، فين ما كتحيدي شويه الخميره كتعوضيها بشويه الماء والطحين كالعاده. كتعاودي تزيدي فيها. كيقولوا عندنا كنذكروها. نعم نعم. كنتفكروها زعما. نعم نعم. تبارك الله عليك الله خديجه، شكرا جزيلا دائما لكل المستمعات على كل هذه الوصفات وكل ما